بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين السادة المشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في برنامجكم أقلام عالمية الليلة التأريج السريع الأولى كنا نتوقع أن محكمة استئناف الرجمة هي من يطعن في حكم استبعاد خليفة ولكن للأسف جاء من محكمة استئناف طرابلس التي أنجاها الله سبحانه وتعالى من قصف خليفه ودماره لمدينتنا طرابلس ما يضيف تساؤلات كثيره عديده جدا جدا حول طبيعه ما يجري في ليبيا، هل هو فعلا صراع قانوني، هل هو صراع حقوقي، هل هو صراع سياسي واعلامي ام صراع من نوع اخر يدركه المشاهد الكريم. كنت اتوقع مره اخرى ان استئناف استبعاد خليفه ياتي من محكمه استئناف الرجمه. الموضوع لم يعد كثير دائما وزيره الخارجيه وزاره اسف وزاره الداخليه تقول تامين سلامه الانتخاب نحن مستعدين لتامين سلامه الانتخابات، نحن مستعدين لتامين سلامة لكن لا يوجد هناك انتخابات يعني الان المواطن يدرك مش معناها ما فيش، ما فيش اصلا من الاصل ليست قضيتنا، ليست مشروعنا، ليست اشبه هذه الانتخابات بعرس عرس الليبيين عولين فيه، نحن نعول ونصفق ونوتو في الصاله وناجروا ونطيب ونوزع وما عارفين حتى من هو العريس والعروس هذا ليس عرسنا يعني هذا ليس مشروعنا هذا ليس يعني. لكن للأسف الشديد كل عرس تدير فيه البعثة ولا تدير فيه ما يسمى بالمجتمع الدولي انزغرتوا فيه ونصفقوا فيه ونعولوا فيه ونطبخوا فيه ونحن ما عارفين حتى بداية ولا نهاية للأسف الشديد كيف الصخيرات بالضبط اول مسوده الاولى الثانيه المسوده الرابعه التعديل اليوم خش ما مش يسمعوا بعضهم ما تكلموش تعاركوا وافقوا مش عارف اختلفوا مع ان المشروع لم يكن مشروعنا على الاطلاق وكذلك برلين وكذلك مش عارف باليرمو وكذلك العالم المسيره التي مرينا بها حتى يومنا هذا حول قضيه ليبيا مشاريع ليست مشاريعنا، انتخابات ليست انتخاباتنا، ولكن للاسف جديد تجد شريحه فئه من الليبيين يتحمسوا لاي طبيخه، يتحمسوا لها ويدروها كأنها لهم، اللي مع اللي ضد اللي يطعن اللي يتكلم اللي مش مره اخرى هو عرس لا نعرف من هو العريس ولا العروس ونحن العواله ونظف بكره بعد بكره يديروا عرس اخر نفس القضيه ونفس القضيه، اذا القضيه ليست تامين الصناديق، القضيه هل سيك حتى لو جرت انتخابات مش قضية تأمين الانتخاب، هل سيكون فعلا بطاقاته عد وهذا حصل في 16% وهذا 30% وهذا 40 هذا عبث عبث استهتار ضياع وقت، لن يحدث هذا الأمر لألف سبب وسبب يدركها المشاهد الكريم ولا نريد أن نكررها، بل إن الفورن بولسي اليوم أمس نزل مقال يتحدث بما يتحدث به المواطن الليبي العادي وما نتحدث به نحن في برامجنا، جميع النقاط اللي نذكر فيها ذكرتها الفورن بولسي في آخر مقال لها قد نشارك به بإذن الله سبحانه وتعالى الليلة المشاهد الكريم هذا من باب من باب آخر أيهما أيسر بالله عليكم يعني تعديل الدستور بما يبوا بعض الناس وجدوا فيه مظالم عدلوه يا سيدي عدلون يديروا عليه استفتاء نعم لا جيل المواطن لا باس عليه بكل امن وامان يقول نبيه ما نبيش حد يضايقه اسهل من ما يجري الان من عبث لاني سمعت اعتقد السائح بيقول ان الاستفتاء على الدستور الان سيؤدي الى وشو الانتخابات بيأدن اللي نضبطوا بعضنا ولا شنو هذا تصريح حقيقي سمعته منه ويا سيدي انه نفرض الزوج يؤدي الانقسام اجلون الزوج ها اجلتوا الاستفتاء على الدستور لماذا لا تؤجلوا آه هذه الانتخابات آه وعلينا في نقطه فنيه اخرى نقطه فنيه هل فعلا نحتاج الى بطاقات الانتخاب يعني في دول برا مت... مد... لين خلاص غطسين من مد... الديمقراطيه مد... مد... سكرانين ديمقراطيه ما يدروش في بطاقات انت مسجل في مدرسه معينه في شيء معين موجود غادي تاتي بتعريفك الرسمي ياخذوني وخ... ويعطوك ورقه واتيه ورقه فيها موسى عيسى عبد الحميد ضرمان انت تحط عليه وتحطه في الصندوق اللي تبيه ما فيش ما فيش بطاقه كان ما جبتش بطاقه ما تنتخبش كان فيش تعريفك وسجلوك ورقمك الوطني وانتهى ما فيش بطاقات بكل لان هذه البطاقات شوف شن بيع وشراء وتزوير وما اليه آه بالتالي يجدوا آلية أخرى يا سيدي الانتخابات باش تطلعوا من الموضوع هذا آه المرتزقة اللي قالوا 300 خرجوا ويؤكد يؤكدوا المصادر الوطنية تؤكد أن ما يطلع منهم أحد ما عندهمش أي معلومات عن خروج حتى مرتزق واحد مش قالوا في 300 طلعوا ما دليل على الخروج ما ذكرني بحادثة يعرفها المشاهد الكريم في حرب تشاد آه بومبيدو معمر قاعده في كريت في اليونان تقريبا بومبيدو الرئيس الفرنسي في ال 84 اعتقد وقرروا ان القوات الليبيه والقوات الفرنسيه يطلعوا من موضوع تشاد الزجاجين ينسحبوا انسحبت القوات الفرنسيه ولم تنسحب القوات الليبيه ده روح انسحب واعاد انتشار قوات معمر ويحسبه بمشيها على العالم ولا لا وكانت هذيك فرصه فرصه اخرى للسلام قدر الله ما شاء فعل المهم الاقمار الصناعيه ترصد في كل صغيره وكبيره وروه قال لهم لا ما نعرفش انا من لا اؤمن بالاقمار الصناعيه هذا خطاب سمعته نفسه لا لا الاقمار الصناعيه هذه كاذبه على كل حال هل حدث نفس الشيء ان هناك تغيير مواقع وان هناك ثم 300 مرتزق شنو من 20000 لجميع المصادر تقول هناك 20000 مرتزق من جميع الجهات حتى لو طلعت 300 هذه ذره ماد في العيون ضحك على الليبيين اجتمع الرئيس الفرنسي كما ذكرنا بن بيدو ومعمر في كريت ثم هذه اللقطة اللي خدع بها معمر فرنسا أو كذب عليها في الواقع مش خدعها لأن احترماتها كرئيس دولة سببت في تدخل القوات الفرنسية بكل قوة في حرب تشاد وسببت قتل ألاف الليبيين أنت جلست مع رئيس دولة وخلاص اتفقنا سويا قل لا لا مانيش منسحب أفضل لك من أنك أنت توعده وتوقعوا على اتفاق ثم انت ما تنسحبش هو ينسحب فكان رده الفعل قويه جدا من فرنسا وادخلت قوات فرنسيه رهيبه جدا حرقت الكثير على الاقل دعمت الطرف الثاني دعمت هبري اللي صلخ من الليبيين الالاف احد اعوان نظام السابق يقول هذا حمزه والله والله ما نعرف اسميه أنا قسما بالله لا, لا 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 يقول السم اللي جابته فبراير مع نبوه لن يتكرر لن يتكرر اكب قل هو كان المعاناه السم الذي اتت به فبراير لن يتكرر وكان كنا عايشين في جنه الخلد كان كنا عايشين في الفردوس يعني في عهدك يا اخ انت اللي معصب قريب تطربق راسك يطلع من الفضائيات شنو الجنه اللي كنا فيها المشانق وسليم الطائرات الحرب تشاد الحصار الايدز ايش تقول يا رجل في سم بعد تلك السموم حتى لو كان فعلا فبراير جبت سم يعني انت شنو جبت عسل يعني شنو فحسبي الله ونعم الوكيل شوفوا يا شباب بدل ما يتعلم سيف، بدل ما يتعلموا عن النظام السابق، اه والله نحن اخطانا وسببنا في ان الناس ثارت علينا، لان الذي قام بالثوره هو النظام السابق على فكره راه، ممارسات النظام السابق ادت الى ثوره 17 فبراير، بدل ما يقولوا اوبس نراجع انفسنا ماذا فعلنا، ما زالوا متمسكين بنفس المنهج، تو نوروهم نسحقوهم، ما يقولوا جرذان، وما زال يقولوا سم فبراير، وما زالوا يقولوا كنا في جنه، بالعكس يا راجل راجع نفسك. يعني اذا كان فعلا انت عندك نيه في العوده الى المشهد السياسي راهو منهجيتكم، ثقافتكم، حواراتكم، ممارساتكم هي التي ادت الى الثوره شهر بتكررها حتى تكرر لك ثوره اخرى نهارك فسر فيا اخي اسال الله لكن الله يا ليبيا صحيح دغيس عامل دغيس الله يرحمه خلاص الراجل حلل دار حاول في الاخير قال لك الله يا ليبيا ونكرر ما قاله بقلوبنا يعني بصراحه هذه العقول يعني تتصدر في المشاهد الإعلامية والسياسية وبتنتخ مش عارف إيش هي التي دمرتنا يا أخي دمرتنا مازال نفس الشيء اللي دمر البلاد مازال بيعاود نفس الأفكار السيدة اسماء جهاني اليوم إحدى النائبات تقريبا في برلمان طبرق بكل غضب وقوة تقول لا بد من إخراج الشخصيات الجدلية من ترشيحاتهم والمشهد السياسي من هم قالتهمش طبعا لكن هل تعرف أن السيف وخليفة وصالح عديلة هم الشخصيات اكثر شخصيه جدليه تتحدث انا مع حتى صحف عالميه ما ليبيه ولا مسلمه ولا شيء ان هذه الشخصيات بكل تعجب كيف تدخل للترشيحات اصلا هل تعرفي هذا او في عقلك شخصيات اخرى هذه رقم واحد رقم اثنين لماذا تخرج لان القانون اللي طلع تقول اسماء القانون او هكذا فهمت يعني تقول ان تجاوز القانون اللي يقول ان ترشيح الرئيس مع البرلمان في مع بعضهم مثلا كيف تقولوا مع بعضهم خلوا اول نحصل الرئيس وبعدين البرلمان كما يا سيدتي الكريمه قلنا لك كل انسان ليبي الان الوعي منتشر في العالم كله لما تجيبي رئيس يقدر يقول يحل البرلمان يبقى يستمر البرلمان ما انتخابات برلمانيه او يؤثر او يعني الطوارئ على طول لان ما فيش دستور يحدد واجباته ولا في دستور يقطع يحدد مهامه ما فيش دستور تجيب انسان على راس دوله بدون دستور يقدر يدير اي قرار قد يكون ملائكه لكنه لكنه قد يكون شيطان ايضا والانسان الذكي يقول لك 50 50 نجح انه واحد شيطان حيقول لك طواري وخلاص يحولها الى دوله امنيه استخباراتيه من جديد اللي يقولها تنفذ معقوله يا اسماء تقولي هذا الكلام معقوله يطلع منك هذا الكلام انت المفروض تقولي انتخابات الزوج مع بعضهم كما قال لجنه ال 75 مثلا او ما إليه. الذين يخالفون قوانين البرلمان قالت هذه مش قوانين هذه مش قوانين اللي طلعت اصلا هذا الضحك هذا كذب هذا استهتار هذا عبث هذا يعني خلونا في المشهد كل الليبيين يا هو ما تضحكوش على ارواحكم راهم جميع الليبيين يدركون هذه القضيه عيب عليك انت ممثله برلمان ممثله الوطن يفترض يا بنت الحلال هذه ليست قوانين هذا كذب وعبث واستهتار وحتى اللي مش ليبيين يقولوا فيها ويكرروا فيها 24 ساعه فهمت اللعبه ربما انت عب النيه تقولي فيها لكنه غباء يا سيدتي اسف جدا غباء كيف يعني هذه قوانين مش قوانين اصلا هذه هذه ليست قوانين هذا استيلاء على السلطه او الرغبه في الاستمرار في السلطه بطريقه مباشره او غير مباشره رقم واحد الشخصيات الجدليه يجب ان تخرج من المشهد هذه اللي قلتيها انت من هم الشخصيات الجدليه لم تذكرها رقم اثنين البرلمان اكبر جزء جدلي في ليبيا انتم تخرجوا من المشهد كلكم البرلمان هو الشخصية الجدلية الرئيسية في المشهد الليبي نقطع السطر أنتم من سببتم كل هذه المتاعب لا قوانين لا استفتاء على دستور لا قوانين انتخابات وافقنا عليها لا دستور بالتباهي لا ميزانية مش عارف مشيتوها يعني عبث واستهتار وعرقل عرقل عرقل وتتحدثي يعني عن شخصيات جدلية البرلمان أكبر جزء جدلي جسم جدلي يجب أن يخرج من المشهد يا أستاذ أسماء آه إذا هذه بعض التعريجات الإنقاذ الوحيد للانتخابات الإنقاذ هو التي يعني 72 نائب قالوا نحن نراجع وننقذ العملية الانتخابية إنقاذ العملية الانتخابية بطريقة واحدة رقم واحد إعادة القوانين اللي متفق عليها الجميع الليبيين بأكملهم ما يحدقش أنا مجلس الدولة وبرلمان وافقوا لا الليبيين منطقيا عقليا هذه قوانين صحيحة نزيها استوردوا قوانين الانتخابات يا ستي ما تزعليش هي، رقم واحد، رقم اثنين الاوضاع الامنيه تكون مستقره وجيده لظروف تسمح باجراء انتخابات، وبعدين يا بنت الحلال اخراج الشخصيات الجدليه، هذا هو كيف ننقذ الانتخابات آه وهكذا، المفوضيه تقول البطاقات التي سرقت الغيت، يعني كيف عرفت وكيف عديت وين 50 مواطن 100 مواطن داروا شكاوي لكن اللي ما دروا شكاوي اللي ما يعرفوش سرقت اللي ما اتصلوش كذا، قضيه البطاقات قضيه فنيه يجب ايجاد اليه تختلف، ما تحتاجش المواطن يخش خش تعريف مضبوط وانتهى، وهذا امر متروك لنا. يعني. المقال في طائره من 44 سنه وات كوزد نشرتها هذا المقال سمبلي فلاينج، سمبلي سوري سمبل سمبل فلاينج وات كوزد ذا كراش اوف TU-44 154 years ago ما الذي تسبب في تحطم طائرة بلغارية من طراز TU-44 154 شي اللي تسبب في سقاط طائرة فور في حادثة أذكرها جيدا سقطت الطائرة كانت تنقل الحجيج تنقل فيهم جايبة مليانة حجيج شريتهم وين لطرابلس متنها 159 راكب نفذ الوقود ضباب وصلت لطرابلس وضباب ما قدرتش فقرر طاقم الطائرة العودة والبحث عن مطار ثاني ما تقدرش تمشي لمصر لأن كان فيه ممنوع دخول الأجواء الليبية للطائرات اللي ممنوع دخول الأجواء المصرية للطائرات الليبية في ذلك الوقت هذا الكلام في 1977 كان في حرب ليبيا ومصر والتوتر على أشدة فما كانش يدخل الأجواء المصرية يخش يدور مطار مصري قاعد يتطور في مطار ثاني ركز على مطار طبرق مشال مش مطار طبرق بذلك الوقت على ما لقى مطار طبرق ضباب والاجواء مش مزبوطه الطيار شركه بلغاريه على فكره استاجرتها الخطوط الليبيه حتى تنقل الحجيج في اللحظه اللي ما استطاعش ان يجد مطار طبرق نفذ الوقود نفذ الوقود, نفذ الوقود نهائيا وبالتالي وجد سفرتها حقل قدامه نزل فيه نزل فيه هبط هبوط اضطراري على اساس ان ذيل الطائره ينزل قبل وفي الغالب تنزل الطائره الراس هو في مقدمة جسم الطائرة، ثم بشويش تبدأ تجري على الرنوي. هذا قرر أنه ينزل على ذيل الطائرة حتى لا يحدث تصادم لطاقم الطائرة تقريبا هذا حسب استنتاجي يعني. لكن وحكوا فعلا سقطت الطائرة وانقسمت نصين انفجرت ما فيش حريقة لأن ما فيش وقود وماتوا وخمسين إنسان ونجوا ستة من طاقم الطائرة. نجوا ستة من طاقم آه الطائره، هذه قصه الطائره مشهوره جدا يعرفوها الناس ومشهوره وكانت كارثه وماساه كبيره جدا جدا جدا. آه اللقطه اللي بنقولها السريعه جدا تواتر وبقوه واغضبت الشعب الليبي وكانت قصه انتشرت في ليبيا بصراحه واغضبت الليبيين ضد بلغاريا، ديما بلغاريا ورانا يا ايدز يا طياره الله اعلم، انا لا لا اتهم البلغاريات ولكني اتهم النظام السابق حتى لو كانت البلغاريات آه هن اللي دارن الايدز. ست ممرضات ولا سبعه ولا عشره حيسدد درت بحواسه في اطفال وطنك بلدك وانت دولة ما تدريش عليهم يعني مش معقوله بس هذا مش موضوعنا يعني قد نعود اليه يوما ما. القضيه ان الطائره البلغاريه هذه يقال لما قرر الطائر او قرر الطاقم الطائره الهبوط بالذيل بدل من الراس وضعوا انفسهم ومعهم مضيفات البلغاريات ومعهم الطاقم للامام. لقدام باش اخر من يصطدم واقل ضررا وفعلا نجوا كلهم والليبيين والشياب والعزاز حطوهم لورا هذه تواترت بقوه أغضبت الشعب الليبي وتاكيدها مستمر ان شاء الله المقال الاخر الليله في نشراته ميدل ايست اي ميدل ايست اي تويتر ريموفز تويتر ريموفز بري برو تويتر ريموفز برو رشا اكاونتس اتاكينج ليبيان جوفرمنت تويتر uh, موقع تويتر يحذف أو يزيل حسابات uh, الموالية لروسيا والتي تهاجم الحكومة الليبية uh, أعلن موقع تويتر أنه أزال آلاف الحسابات المرتبطة بشبكة حسابات تهاجم الحكومة الليبية المدنية وقالت شركة التواصل الاجتماعي اللي هي تويتر قالت أنها حذفت شبكة من خمسين حساب خمسين حساب تويتر كان يهاجم الحكومة الليبية المدنية ويشجعن ودعم في شنو؟ في موقف روسيا في سوريا وفي ليبيا آه الموقف الجيوسياسي والتدخل الروسي ونفس المواقع الخمسين تهاجم في الحكومات المدنيه الليبيه وتؤيد في مواقف روسيا حدثت بينما اعربت هذه المواقع المحذوفه دعما كبيرا لموقف روسيا الجيوسياسي في ليبيا وسوريا ياتي هذا الاعلان قبل الانتخابات الرئاسيه في ليبيا وفي الوقت الذي فيه تزوير وهشاشة الهيكل السياسي يقول مقال وحملات التضليل المحتملة على وسائل على وسائل التواصل الاجتماعي، أنا دائما أفكر في أمريكا كيف روسيا تدخلت في الانتخابات الأمريكية بهذه الطرق، بهذه الوسائل، عبر التواصل الاجتماعي والتوتر وكذا، خلق رأي، خلق رأي، تذكر اثنين جواسيس الروس اللي مسكوهم هنا يقولوا نحن نديروا في أبحاث حول انظر شنو ومش عارف شنو، كانوا يرسخوا في رأي يرسخوا في رأي حول الانتخابات ويرأسوا ودعما لسيف ومينا في عام 2019 في عام 2019 أزالت تويتر قديش حساب هل مستعد المشاهد الكريم لسماح هذا الرقم 38 ألف حساب حولتهم حذبتهم لسبب أو لآخر منها 6000 حساب ست ألاف حساب على تويتر كان جزء من حملة إعلامية مدعومة من الحكومة السعودية الدولة السعودية بنفطة بقواتها بمكانتها بمش عارف انظر شنو محتاجة أنها تحارب الكلمة معناها دولة مش مستقرة دولة هشة شوف الدول القوية عاد تتكلم دير صحيفة دير فضائية دير مظاهرات دير تبيها دولة ثابتة راسخة لكن أنت دولة ضعيفة هشة حتى الكلمة أه تخاف منها كيف برلمان طبر قال ما السبوني تسبوني ومش عارف انظر شنو والامارات قالت من شم رائحه التعاطف لما صار صراع بين الامارات وقطر كيف بتشميها بنت عم التعاطف هذا يا مش عارف أه يسجن ومش عارف ايش وما شاء الله البرلمان المرطيب الحلو هذا السمح الجنين الحنون الحنين قال 15 سنه سجن اذا هجمت انا ما نعرفش فيك لانك محمود وصالح وخليفه وعبد الحميد ولا خديجه انا وصارع فيك وحارب فيك انقد فيك لانك ممثل ليا للدوله يعني ايش دخلني بيك انت كان في البرلمان ما نعرفكش حتى تمشي في الشارع تخطم عليه ما نعرفكش عقليات تحتاج الى ازاله حقيقه حتى يمشي الوطن للامام ناشونال يو كي قصه غريبه جدا نشرتها ناشونال يو كي ولا اللي هي فاميلي لوزس ديفورميشن كليم ان يو كي افتر كويشنينج دونيشنز to mosque from extremists. أنا لا أرى المقال. National UK family loses deformation claim in UK after cushioning donations to mosque from extremists. أسرة تخسر دعوة تششير في بريطانيا بعد تشكيك في تبرعات المسجد. هذه الأسرة عبد الرازق وعبد الرزاق أو ما إليه. هذه الأسرة قدمت دعوة في مسجد في اكستر مدينه اكستر آه ان منعوها من الدخول بسبب ان هناك تبرعات من آه الشيخ الصادق الغرياني تبرع لذلك المسجد في بريطانيا ماشي الحال وبالتالي منعونا لان نحن نقدنا هذا التبرعات سبحان الله يا اخي طبعا قدمت محكمه هذه العائله أولادهم واحد اسمه طلحه وواحد مش عارف شنو نقول لكم ان شاء الله قدموا محكمه في المسجد المركز الاسلامي في تلك المدينه اللي كان فيها الدكتور الصادق الغرياني وحضر فيها الدكتوراه مفتي الوطن ربنا يحفظه قالت ان ما خلوناش لاننا نقدنا موضوع التبرعات اللي اعطاهن الدكتور الصادق لهذا المسجد سبحان الله خطر علي نور ابو طلعوا طلع من الانتخابات وطلعوه رد طبعا لان صين مسجد والدكتور الصادق قدموا محكمة في المركز لأن تبرع لمسجد يعني العالم مش غر منقلب المهم قدموا محكمة الحكم صدر ضد ضد العائلة هذه لأنه ما فيش دليل هذا الكلام فاضي وهذا مش مش مضبول. ثلاثة من عائلة عبد الرزاق أسمه أسم العائلة ما قالش المقال إن ليبي أو غير ليبي أو ما إليه أه تأكدوا وشككوا في المدفوعات كما أه ذكرنا المحكمة حكمت لصالح المركز الإسلامي وأنه لا أدلة لهذا آه الإدعاء آه أسماء العائلة طلحة الأبناء طلحة وباسم وعبد العزيز الع... الـ 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 الأسم النهائي عبد الرزاق عبد الرزاق ابن طلحة وباسم عليز. لكن قدم المركز الإسلامي 24 سبب لتصرف هذه العائلة 24 سبب للمحكمة لماذا هذه العائلة تتصرف وتقدم دعوى ضد المركز منها واحده بس ربما الوقت لا يسمح او انه هو كان يخش في مجلس امناء المركز الاسلامي وفشل في ذلك اكثر من مره وبالتالي اخذ هذا الموقف. قصه غريبه جدا دائما نحن حصوننا مطعونه من الداخل يعني لو هذا دار واحد انجليزي ولا واحد مش مسلم ولا واحد حاقد على الاسلام ولا واحد كذا هاي آه ممكن لكن يديروا فيها مسلمين وتعبوا في المساجد. لافين مالطا دبل مالطا نشرت مقال يقول مالتيز companies are involved in Libyan smuggling UN بانل وورمز مالتيز companies are involved in Libyan smuggling UN بانل وورمز لجنة الأمم المتحدة تحذر من تورط الشركات المالطية في التهريب الليبي أكدت لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة يقول مقال أن الشركات المالطية متورطة في تهريب الموارد الليبيه منتهكه بذلك عقوبات الامم المتحده. تم تقديم تحليل الخبراء في المحكمه يتعلق الامر بشنو هذه القصه؟ تهريب الوقود في مالطا وما وراء مالطا. الادله آه الادله لا علاقه ببعض الشخصيات ذكرت أسماءها اتهموا خلالها بغسيل الاموال المرتبط بتهريب الوقود. آه لجنه الخبراء تعتقد ان الشركات الملطية متورطه في عمليات تهريب غير مشروعه من ليبيا وذكر ان الاموال القذره هكذا سماها الاموال القذره ما زالت موجوده في مالطا اموال لم تهرب بعد من مالطا اكتشفها لجنه الخبراء بالتاكيد بالتعاون مع السلطات والامن والاستخبارات المالطيه تم ذكر شركتين تنيات متورطات مع هذه مع شخصيتين اي جي تريدنج ليميتد والاخرى وورد ووتر فيشرز اعتقل احد الاخوين اثنين خوت من قبل الشرطه الايطاليه في 2017 بتهمه تهريب الوقود هناك تاجر ايطالي تاجر نفط هذه القصه في مالطا تهريب وقود ليبي لمالطا لكن القصه تكتسب اهميه من قضيتين ثانيات ان هناك ليبي ليبي متورط في القضيه أه سمت اسماء الاستاذ خليفه لكن اذا كان هو بريء فليستطيع ان يثبت براءته أه تاجر إيطال نفط ليبي فهمي بن خليفه اسف جدا اشار الي السيد المخرج الكريم بانتهاء وقت الحلقه اذا قضيتين مهمات الاولى تهريب نفط ليبي غسيل اموال هناك ليبي لا علاقه تاجر نفط ليبي أسمى فهمي متورط في القضيه فهمي بن خليفه والاهم والاكثر أن هذه الشركات متورطة في قضية أكثر أكثر أختم بها هذه الحلقة القضية الأخطر أنها كانت تمول في السفن الروسية بالوقود أثناء ممارساتها ضد سوريا نكمل بإذن الله سبحانه وتعالى حديثنا عن هذه القضية في حلقاتنا القادمة كذلك سنغطي بإذن الله مقال الفرن البرسي مهم جدا 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 حول الانتخابات الليبية في حلقاتنا القادمة بإذن الله حتى ذلك الحين أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته